المعارك الدائرة حول ميناء الحديدة باليمن بين الحوثيين من جهة والقوات الحكومية اليمنية مدعومة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية من جهة أخرى شهدت تراجعا بالتزامن مع مطالب دولية بوقف الحرب والتحرك لعقد مباحثات سلام في اليمن، وذلك في وقت أعرب فيه التحالف العربي عن رغبته في خفض وتيرة أعمال العنف باليمن وعقد محادثات سلام خلال الأسابيع المقبلة. أعتقد أن الأوضاع الإنسانية في اليمن والتي تؤدي بحوالي 14 مليون مواطن يمني على شفا مأساة إنسانية يشهد العالم في الوقت الراهن هو ما دفع التحالف العربي الذي جاء لدعم الشرعية وإعادة نصاب الأمور إلى نصابها الطبيعي في اليمن، هو ما دفعه إلى الاستسلام أو التسليم بالمنحى السياسي، لأن الحل العسكرية لا تأتي دائما بما تستجد به الأمور الجيدة. أما الحل السياسي هو الحل الأمثل لتطيب الأوضاع والأوراق داخل اليمن. في السياق ذاته يسعى المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث لإنقاذ عملية السلام التي انهارت قبل شهرين، معربا عن أمله في جمع أطراف الصراع على مائدة مفاوضات خلال شهر، لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة يرى أن الهدف الآن هو إجراء مشاورات سياسية قبل نهاية العام الحالي. المبعوث الأممي حاليا يسعى لإقناع جميع الأطراف للجلوس إلى مشاورات وليس إلى مفاوضات. هذه المشاورات تسعى حسب ما صرحت به الأمم المتحدة للبدء فعليا بخطوات بناء الثقة التي ستمكن الأطراف من الجلوس إلى طاولة الحوار، ومن ثم البدء في التفاوض حول النقاط الرئيسية والمفصلية في عملية بناء السلام في اليمن، وهي الجانب الأمني والجيش وتسليم الأسلحة ومن الذي سيقوم بحكم اليمن خلال الفترة القادمة. ميناء الحديدة هو الشريان البحري لليمن، فمعظم واردات اليمن والمساعدات الإنسانية تدخل عن طريق هذا الميناء الذي يخضع لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014، وتحاول القوات الحكومية بدعم من التحالف العربي استعادته، ونجحت الأسبوع الماضي في اختراق دفاع الحوثيين والتوغل شرقي وجنوبي المدينة. مستجاب عبد الله، سي جي تي إن العربية.